أكد السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية أن المسؤولية الوطنية تتطلب الالتزام بمنع التجمعات في مختلف الأماكن والتقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ودعا محافظ الشمالية إلى ضرورة التزام المآتم بما جاء في بيان الأوقاف الجعفرية من حيث إقامة المناسبات الدينية في شهر رجب عبر تقنية البث المباشر وتطبيق الإجراءات الاحترازية الدقة المطلوبة داعيا الله العلي القدير أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديب علينا نعمة الأمن والأمان